انا لما سافرت فرنسا بقى، انا في فرنسا بقالي بالظبط 6 سنين. مش هتكلم يعني على الناس في مصر هنا، بس انا شايفه برضو ان في توافق بين الاوروبيين، بيحبوا الاغاني الصوفيه جدا، وتلاقيهم دخلوا في حاله كده. هم يعني طبعا هم كل بلد وليها دين. فانا بلاقي يعني الناس دي بتبقى فعلا بيحسوا بالكلام ده، وبيعملوا حركات الصوفية في الحفل من غير ما يكونوا عارفينها اصلا. بس يعني بعد كده بيسالوني انا يعني بتقولي بشرح لهم، بقول لهم دي حاجه في حب ربنا، في حب الله. ايه اكتر حاجه قلتيها؟ حب الله مش تزمد، حب الله حب الله، حب الله في 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 في, في التحرر، حب الله في انا حره، بحب ربنا باللي انا شايفاه، مش اللي الناس شايفينه، باللي انا شايفاه من جوه. بتحبي ربنا من جواكي بالظبط، بحريه. ما تقوليش انت، ما تفرضش عليا تقولي احب ربنا ازاي. انا بحبه، انا بحبه. لما بتحبي حد ما بتدخليش حد بينك وبينه، انت كل له طريق. بالظبط، كل واحد فينا له طريق مع الله. ايه اكتر حاجه قلتيها بالتكنيك بتاعهم وحسيتي امال؟ مش تكنيك بتاعهم، هي المزيكا بتاعتهم والتكنيك اكيد المزيكا بتاعهم، لكن الفلكلور بتاعنا احنا. بتقدميه ازاي؟ انا ببتدي اعمله على المزيكا بتاعتهم، بس بالطابع شويه المصري، بس بنغير في 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 المقامات، لان هما ما عندهمش مقامات، هما عندهم سلالم غربيه. احنا عندنا مقامات شرقيه، هما عندهم سلالم غربيه. فانا ببتدي بلبسي بشكلي. انت بتحبي تطلعي باللبس المصري؟ الجلابيه والكردان، والكردان وبلف الطرحه. ان كانت بدوي ليها ليها اسم، لفه الاشارب المصري التراثيه دي. هو انا ساعات بلبس فلاحي، البس القوية والحاجات دي. ساعات البس بدوي، بربط انا ربطه كده على شعري، بس انا بحب يعني ابقى ملتزمه بالزي. لو غنيت فلاحي